السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم متتبعات قناة مريامة. اليوم قديت لكم هاد الوردة تحت طلب ديال الأخت شريفة من الجزائر، وبهذه المناسبة كنحيي جميع المتتبعات الوفيات اللي اشتركوا على القناة ديالي. كاينين بزاف طلبات ما نسيتهمش، غير ضيق الوقت اللي ما كيسمحش. ما تنساوش تشتركوا على قناتي وتبارطاجيو الفيديو، وأي سؤال أو استفسار خليوه ليا في التعليق. دابا ندوزو للتطبيق. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو الورده. قبل ما نبداو غادي نوريكم يعني شنو الادوات اللي غادي نحتاج، يعني خيط ديال الزبيب الرقيق والبرا ديال التنبات والعقيق في هذا اللون. يعني انا استخدمت هذا اللون المارون والقهوي والابيض. دابا انا درت خيط في الابره، وهذا الخيط اللي درت طويل، يعني خاصو يكون طويل بزاف باش ما تبقايش يعني يتقاضى لك الخيط وتحلي معاه. خيط طويل تخدمي به ورقة ديالك وصافي. غنخلي واحد الجزء طويل يعني في اللور، يعني في البلاصه اللي ما فيهاش البره، يعني في النهايه ديال الخيط غادي نخلي واحد الجزء طويل شويه، يعني غادي نخدم به من بعد. غادي نوريكم الطريقه، يعني الطريقه غادي نوريها لكم ونوضحها لكم. غادي نشدو بصباعي بحال هكا باش نتحكم فيه، وغادي نجي هنا غادي نعمر 23 عقيقه. 23 عقيقه الا كنتو الورقة يعني المتوسطين، يعني المتوسطين ما غاديش ديروا 23، غادي تبداو ب 19 عقيقة، والصغار كاع غادي ديروا فيها 15. دائما كنقصوا 4، يعني 4 كيشكلوا لينا واحد المثلث اللي غادي تشوفوه في الفوق. يعني نبدا نخدمهم اللي نرجع. المهم هنايا 1 2 3 4 5 6 7، ندوزو 7 8 9 10 هنا 11 12 13، هي 13 طاحت ليا، 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23، يعني 23 كما قلت لكم 23 عقيقة بحال هكا. ها هما غادي نشدهم هكا بصباعي باش يبان لكم. هنايا عندي 23. دابا اش غادي ندير؟ غادي نحسب، غنحسبها وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. غادي ندخل فيها سبعة هنايا، غادي ندخل فيها، نحاول نشدها بصباع الآخر. سبعة، العقيقة السبعة عندي هنا، غادي ندخل فيها الإبرة كما كتشوفوا. ها هما كما كتشوفوا، نوضحها لكم كيفاش. ها هما، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هي دخل فيها الإبرة. دابا اش غادي ندير؟ غادي نعمر ثلاثة ديال العقيقات، واحد زوج ثلاثة، هاهي. وغادي نخلي ثلاثة، ثلاثة هنا، والرابعة ندخل فيها الإبرة بحال هكا. نشدو هكا كما كتلاحظو، غادي ندخل ثاني ثلاثة ديال العقيقات. دابا نمشي بنفس الطريقة، غادي ندخل ثلاثة ديال العقيقات بحال هكا، وغادي نخلي ثلاثة هنا، والرابعة ندخل فيها البرا بحال هكا. واحد ثاني زوج ثلاثة، ونخلي ثاني واحد زوج ثلاثة، الرابعة هي. دابا كما قلت لكم الا درتو 19 عقيقه في المتوسطه غادي تحصلوا على 1 2 3 4، والا درتو 15 عقيقه غادي تحصلوا على 1 2 3، يعني غتحصلوا غير على 3، وفي المتوسطه غادي تحصلوا على 4، والكبيره دابا غادي نحصلوا على 5. دابا غادي ندخل ثاني 3 العقيقات بحال هكا،
وغادي نزير مزيان الخيط ديالي بحال هكا، وغادي نعقدو. علاش الخيط ديال السبيب؟ حيت الخيط ديال السبيب رقيق ويدخل ليا ويعاود يدخل من هاد العقيق، يعني عقيق عندي صغيور بزاف. ملي عقدت الخيط هنايا، يعني الخيط خارج هنا، خرج ليا من هنا وعقدتو، المهم غادي نجي غادي نعمر ثلاثة ديال العقيقات باش نرجع في السطر تاني، يعني باش نبدا نمشي ونرجع نطلع ونزل باش نكمل ندير العدد اللي بغيت. دابا هنايا غادي نخلي هادي هنا خارج الخيط، فهادي هادي غادي نخليها وغادي نشد في هادي الوسطانية هنا بحال هكا بحال هكا هكا، ونزير ثلاثة اخرين، ندير تاني ثلاثة ديال العقيقات بحال هكا ثلاثة ديال العقيقات، وغادي نجي غادي ندخل الإبرة فازي يعني فهاد الوسطانية تاني فهاد الفارغ هكا هنا. دابا غادي نبقى غادية بحال هكا تنوصل لتحت، ندير ثلاثة ديال العقيقات ونجي لهاد ثلاثة اللي كنت عمرت بيهم قبيلة، هاد ثلاثة اللي كنت عمرت بيهم قبيلة كندخل الإبرة فهادي هنا كنزير، ندير تاني ثلاثة العقيقات هكا، غادي نخلي تاني هادي وهادي وهادي، نجي ندخل في هادي هكا نفس الشيء، ندخل تاني ثلاثة ديال العقيقات بحال هكا وهنا ندخل في هاد البلاصة هادي هكا. دابا هنا ملي غادي نبقى نرجع في لتحت هنا، ما غاديش ندير ثلاثة ديال العقيقات، يعني هنا فاش كنت نازلة درت ثلاثة، هنا لا غادي ندير ربعة، ندير واحد زوج ثلاثة أربعة، هما أربعة ربعة ديال العقيقات. غادي نجي وغادي ندخل الإبرة تاني في الوسطانية في هادو اللي في دوك التلاتة اللي كنعمر بيهم، هاهي التالتة هنا هكا، وكنزير دائما باش تبقى الخدمة واقفة بحال هكا. ندير تاني ثلاثة جوج ثلاثة بحال هكا، وغادي نجي تاني لهاد ثلاثة ندخل في الوسطانية بحال هكا. دابا نبقى غادية بحال هكا نفس الطريقة حتى ندير ثمانية، يعني هادي دابا وحدة هاد الثانية، المهم غنزيد حتى نكمل ثمانية. هادشي بالنسبة للكبيرة، يعني بالنسبة لهذه الكبيرة اللي درت فيها 23 عقيقة في الاول، اللي درتي فيها 19 عقيقة المتوسطين، الوريقات المتوسطين غادي ديري فيها هنايا ديري فيهم 6، والصغار غديري فيهم 4، اللي غادي ديري فيها 15 عقيقة في الطول غديري في العرض 4 ديال هادو. انا دابا غادي نمشي يعني ندير نفس الطريقة حتى نحصل على 8 ديال بحال هادو، ونرجع لكم باش نوريكم تتيمة. دابا غادي ندخل تاني البرانة ونوريكم تتيمة ديال الورقة كيفاش غادي ديري ليها. فاش كنعمر ثلاثة ديال العقيقات، يعني بقات ليا هاد البلاصة نوريها لكم، ومن بعد نمشي نكمل ونرجع لكم. دابا غادي نجي هنا غادي نخليها تاني هنا خرجت الخيط، غادي نخلي هادي وهادي وهادي، وغادي نجي ندخل هنا، يعني هادي هي الوسطانية، هذه هي الوسطانية في دوك الثلاثة اللي كنت دخلت هنا في الراس وانا راجع. دابا غادي ندير هكا ندخل هنا وغادي نعمر ثلاثة ديال العقيقات. دابا نفس الطريقة غادي نمشي بها ونرجع
من بعد ملي كنكمل يعني الطول اللي بغيت، راه غادي نوريكم شحال. يعني كما قلت لكم هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 8، يعني ملي كيكون عندك 8 صافي كتحبسي. كنجي هنايا هنا الفوق، غادي ندخل الخيط ديالي في هذه، يعني هنا خرج لي الخيط في هذه، غادي ندخل نعاود نرد البرا من هنا هكا، نرد البرا من هنا ونزير، طبعا نزير هكا، وغادي ندير تاني 3 ديال العقيقات باش نديرو الحال هكا، يعني باش تجيني هاد الحاشية هكا، يعني تجيني مجموعة كما كتلاحظوا، غادي وكتنقص بحال الشكل ديال المثلث. غادي ندير 3 ديال العقيقات تاني هنا هكا 3، غادي نجي غادي ندخل عادي كما العادة هنا بحال هكا، ندخل تاني 3 ديال العقيقات بحال هكا، غنجي ندخل هنايا ندير تاني 3 ديال العقيقات هنا، وغادي ندخل هنا في هاد البلاصة هنايا، وغادي ندير تاني 3 ديال العقيقات بحال هكا، بحال هكا، وغادي ندخل هنا فادي هكا، وغادي نرجع في هاد الجوجات هنا بحال هكا، ونزير ونعمر تاني 3 ديال العقيقات هكا، وندخل هنايا في البلاصة هنا هكا، ندير تاني 3 د العقيقات، ونجي ندخل في هاد البلاصة هنايا ونزير، ندير تاني 3 د العقيقات، وندخل هاد البلاصة هنا هكا، وغادي نرجع في هاد الزوج هنا هكا، وندير تاني 3، يعني كما كتلاحظوا راه تجمعات دابا، تجمعات الخدمة، ندخل تاني 3 العقيقات هنا، ندخل البرا ديالي هنا بحال هكا، ونرجع من هنايا، نرجع من هاد الجوج هنا بحال هكا، وندير 3، يعني عادي دابا هاهي تسدات، يعني نسدها من هنا بحال هكا، نسدها من هنا بحال هكا، وغادي نجي اش غادي ندير، غادي نرجع هنا يعني الخيط خرج من هنايا من هاد البلاصه من هاد العقيقه، غادي نخلي هذيك العقيقه وغادي ندخلو هنا بحال هكا بحال هكا، كما قلت لكم هاد الخيط ديال السبيب هذا الشيء باش زوين، يعني كتدخليه وتعاودي تدخلي في العقيقه وعندك اتساع، يعني ما هكا، نجي هنا دابا هاد البلاصة هنايا، هنا دابا غادي ندخل واحد العقيقة بيضة، هنا غادي ندخل عقيقة بيضة بحال هكا، وغادي نشد هاد الجوجات هما هاد الجوجات هكا، يعني بحال قلتي هنايا في هاد التحت فين كنت كندير 4 ديال العقيقات، فين كنت كندير 4 ديال العقيقات وانا راجعه، كيكونوا عندي جوج عقيقات وفراغ، جوج عقيقات وفراغ، جوج عقيقات وفراغ، هنا الفوق لهنا كيكون فيه غير عقيقه واحده، كتكون فيه غير عقيقه واحده وفراغ،
يعني هنا غادي نعمرو بين هاد العقيقات بالعقيق الابيض، ندير البرا في الخيط يعني تحل ليا. غندير تاني عقيقه واحده اخرى بيضه، وغادي ندخل البرد ديالي هنا هكا. كنجر كتشد يعني البلاصه ديالها، العقيقه البيضه ديالي كتشد البلاصه ديالها بحال هكا. ونجي تاني هنايا هاد الجوجات هما بحال هكا، نجر الخيط. دابا هنايا في هاد البلاصه كاين واحد الاختلاف بين هاد الوريقات الكبار والصغار كاع، غنوري ليكم هكا. ندير تاني وحده بيضه بحال هكا، ونجر هادو هما ندخل فيهم الخيط هكا، وهكا كيشدو بلاصتهم. هنا صافي، هنا هنا دابا كنسالي مع هاد الوريقات، يعني هاد الوريقات الكبار هنا كنسالي معاهم، ولكن الصغار لا، الصغار كما كتلاحظوا الصغار فيهم هادي فيهم ثلاثة، يعني غادي نرجع من هنا هكا نزير، وغادي ندخل تاني جوج بيضين بحال هكا، وغادي ندخل في هاد الجوجات هنا، باش كيتشكل عندي هاد الشكل، يعني ملي كنكمل كيوليو بحال هكا، يعني بحال الا قلتي ثلاثة هكا. هذه هي الطريقة ديال الصغر، يعني غادي تكملي نفس الطريقة وتفني الخيط ديالك، المهم تخلي الخيط ديالك حتى تعكديه هو الاول مع هذا ترجعي به، يعني كما قلت لكم هذا الخيط ديال السبيب ممكن يرجع. المهم انا دابا غادي نخليه بحال هكا باش نوريكم، يعني غنخليه هنايا باش حتى نعقدو، كما قلت لكم ضروري نعقدو مع هدف هنا في هاد القنيطه بحال هادي. غادي نكملها هنايا، داك الخيط اللي كنت خليت في الاول وهو هذا غادي ندخلو في البرا اللي كنت قلت لكم نحتفظوا به، النص الاخر اللي كنت خليت باش بين بدا الخدمه في الاول هو هذا، غادي ندخلو في الابره هكا، ندخلو في البرا وغادي نجي غنشدها بحال هكا، غادي نرجع هنايا هنا هكا، نرجع في هاد الجوجات هنا، نرجع في هاد الجوجات هنايا، ونبدا ندير نفس الطريقة اللي درت في الجهة الأخرى باش نكمل المثلث ديالي، باش نجمع الخدمة بحال هكا. نجي ندخل هنايا في هاد البلاصة، ندير ثلاثة ديال العقيقات تاني، يعني دابا باينة الخدمة على ما كنظن، باينة الطريقة. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح، يعني تكون الطريقة واضحة سهلة، إذا تبعتو معايا يعني راه سهلة. ندخل تاني ثلاثة هاكا، ثلاثة د العقيقات، وندخل البرا ديالي هنايا هاكا، ونرجع في هاد الزوجات هنا، نرجع في هاد الزوجات هنايا، ندير هكا، ندخل هنا هكا، زي هكا، ونرجع تاني في هاد الزوجات هنا بحال هكا، هكا هكا، بقات ليا وحده، ندير هكا بحال هكا، نكمل هادي
صافي. دابا اش غادي ندير؟ غادي نرجع، يعني غادي نمشي باش نعقد الخيط في الجهة الاخرى المقابلة، ندخلو كاع في هاد البلايص هنا وندوزو من هنا هكا باش يشد ليا هادو هكا. ندخل تاني في هادو ندخل في هادو يعني نوصلو هنايا ونجمر شويه باش تجمع ليا بحال هكا. هذا حتى هو غادي نجيبو حتى لهنا، ندخلو في الابره بحال هكايا. غادي نرجع مع هاد السطر هنا وغادي نزير بحال هكا. هكا وغادي نعقدو دابا هنا، غادي نعقدو مع هذا، نعقدهم بحال هكا، نعقدهم بحال هكا وندفنهم، يعني ندفنهم بزوج في العقيق تاني ونقطعهم صافي. هنرجعو باش نرجع معكم باش نمونطيو الوريقات ديالنا. نعقدهم حسن، غادي نعقدهم بحال هكا بحال هكا وغادي ندفنهم في وسط العقيق ونرجع، يعني نقطعهم ونرجعو ليكم باش نمونطيوهم. يعني كتدخلي البرا في هاد الخيوط بجوج في واحد البرا، كتدفنيهم في وسط هاد السطر ديال العقيق هنا وتقطعيه. كما كتلاحظوا انا كملت يعني الورقه ديالي كتجي بحال هكا. المهم دفنت هذوك الخيوط وقطعتهم. المهم هنايا كنحتاجو اربعه كبار، ها هما اربعه في هذا الحجم الكبير اللي فيه 23 عقيقه كما قلت لكم في الطول وفي العرض، فيه 8 ديال هادو يعني ديال هاد المربعات، وهادو المتوسطين، هاد المتوسطين اللي قلت لكم فيهم 19 عقيقه في الطول، وفيهم هنايا في العرض هنايا كنديرو 6 ديال المربعات، حتى جيت يعني درت فيهم 4، وهاد الصغير كلولين كاع فيهم 15 عقيقة في الطول، وفيهم هنايا 4 في العرض، يعني 4 ديال المربعات في العرض، يعني كنحتاجو فيهم هما 3. دابا غادي نبداو نشكلو الوردة ديالنا. يعني انا درت خيط اخر جديد في الابرة بحال هكا. غادي نجي غادي نجمع هاد الورقة الصغيورين كاع هادوك اللي فيهم 15 عقيقة في الطول، غادي نشد بحال هكا، ندخل هنايا في شي عقيقة من هادو، ندخل الخيط ديالي حتى يبقى منه شوية بحال هكا، شدو بصباعي باش ما يسل وما يفلتش بحال هكا، وغادي ندخل تاني في هادي هكا، وغادي نعقدو ونجرو
دابا غادي نبدا نجمع. كنجمعهم. غادي نجيب هذه يعني الاخرى، ورقة اخرى، ورقة صغيرة حتى هي من نفس الحجم، غادي نديرها بحال هكا، ندورها هنايا هكا، وغادي نبدا نشدها من هنا، نشدها من هنا